تعالوا بقى الوصفة المحببة جدا لقلبي، الجراتان سبانخ اللي بالمشروم. يعني بصوا حلوة حلاوة مش طبيعية. هنعمل ايه؟ عندي مشروم، عندي توم، عندي معلقتين دي، عندي سبانخ، عندي مكعبات مرقة خضار. اول حاجة هعملها ان انا هجيب التوم ده اهو اربع فصوص كده، واعمله ايه؟ افرمه كده فرم خشن شوية، ماشي اهو. واكون محضرة الزبدة، عشان الزبدة من المكونات الاساسية في الوصفة دي. كده واكون بعد ما احضر التوم احضر المشروم، عشان اول ما هنزل التوم مفيش ثواني هقوم منزله المشروم. فالمشروم هنا مثلا مش متقطع شرايح، هقطعه شرايح اهو. بس الشرايح ما تبقاش صغيره قوي. ليه؟ لان هو اصلا بيكش، وده الاساس الوصفه، فانا مش عايزاه يبقى ايه، مش باين. فانا ايه، هقطع المشرومايه كده ايه، اتنين او تلاتة يعني على حسب حجمها. يعني دي مثلا اتنين اهو، نعمل كده ونقطع اتنين خلاص، عشان يبقى ايه كبير كده وحلو. خلاص. طيب احط الزبدة، احط التوم، كله بقى ورا بعضه. خلاص خلي بالنا ان كله هيبقى ورا بعضه اهو، زبدة، توم. ثواني وهحط ايه المشروم. هنا المشروم بيكش والسبانخ بتكش خلاص. فتخلوا بالكم ان الطبق ده مش هيبقى كبير قوي يعني اول ما يخلص. خد المشرومايه ما شفتهاش، الريحه ابتدت تطلع حلوه قوي. هحط بقى مكعبات الخضار، واول ما احس ان المشروم ابتدى يكش هحط السبانخ. يعني ما كشش قوي عشان بس يكشوا مع بعض. بصوا احلى لما تبقى سبانخ فريش، خلي بالكم كل ده هيهبط دلوقتي. خليني بقى اشيل الزيادات دي، خلاص مش محتاجاها. ماشي نبص كده، بصوا ثواني والسبانخ دي كلها هتبقى ايه، حته صغننه كده. والريحة ابتدت بقى تطلع. بصوا بقى السبانخ، هبتدي بقى احط ايه هنا، احط الدقيق واللبن عشان تعمل صوص الايه، الجراتان اللي انا عايزاه. عايزه اقول لكم الوصفة دي ممكن احط فيها جبنة رومي، جبنة بارميجان المتاحة عندنا، هتبقى حلوة قوي برضو. يعني انا فكرت فيها دلوقتي، انا هحط جبنة موتزاريلا، بس الرومي والبارميجان هتديها طعم حلو قوي. بصوا السبانخ تبان اقل من المشروم اهي، تتشوح بس اكتر من كده كمان. بصوا هنا هنعمل ايه بقى، شايفين السبانخ والمشروم بقوا قد ايه؟ بصوا كشفوا ازاي. بصوا على الصينيه هنحط بالظبط الدقيق ده، كفايه قوي. هفضل ادوب الدقيق وهحط عليه حبه لبن لحد ما احس ان هو بقى ايه، تقل شويه. بصوا الجراتان المشروم اللي بالسبانخ، تعالوا نفتكر مع بعض عملناه ازاي. حطينا مكعب زبده او مكعبين، وحطيت معاه فصوص، ثلاث فصوص توم، فرمتهم فرم حلو كده. واول ما حسيت ان ريحه التوم طلعت، رحت حاطه المشروم اللي انا قطعته، بس ما نقطعهوش كبير قوي، ما نقطعهوش صغير قوي، لان بصوا كان طالع ازاي وبقى عامل ازاي. بصوا الحجم، وشوحته كويس جدا. بعدين حطيت مكعبين من مرقه الخضار، ودي بتخلينا نكتفي ان احنا ما نحطش ملح. هحط اهو دلوقتي فلفل اسود بس، ممكن فلفل ابيض، بس انا بحب شكل الفلفل الاسود قوي، بيدي طعم جميل جدا. خلاص بعد كده رحت حاطه السبانخ مع المشروم لحد ما دابوا خالص مع بعض وبقوا كشوا وبقوا قد كده. وبعد لما كانت ماليه الصينيه
او الطاسه بتاعتي، وبعد كده قلبتهم كويس قوي قوي، رحت حطيت معلقتين دقيق، معلقتين الاكل اللي هم دول بالظبط، دول معلقتين الدقيق اللي انا حطيتهم، دابوا حلو قوي، رحت حاطه كوبايه اللبن بس. لما اللبن حسيته تقل شويه رحت حاطه بالظبط نص كوبايه ميه مغليه، يعني كوبايه ونص لبن او كوبايه ونص لبن مع ميه مغليه على معلقتين الدقيق، هسيبهم بس ايه شويه كده، شويه صغننين قوي، احس ان هم اتسبكوا، هحطهم في بايركس بجبنه موتزاريلا برضه ادخلهم الفرن، بس انا بفكر اعملها دلوقتي عشان تلحق ايه كله في الفرن، عشان يلحق بس ايه ياخد وش حلو كده. الريحه اصلا فظيعه، انا بموت في الجراتان اللي بالسبانخ والمشروم ده، طعمه فظيع. وامبارح برضو عملنا سبانخ بالعدس، شوربه عدس بالسبانخ، لو شميتوا الريحه مش طبيعيه بجد. نحط ممكن جبنه رومي زي ما قلت، جبنه بارميجان، جبنه تشيدر، يعني الجبنه الرومي والبارميجان هتليق برضو قوي، بس هدخله الفرن كده ياخد وش حلو كده، وحتى ما ياخدش الجبنه بس تسيح، يعني هو في الاخر الطعم فظيع، يعني يتاكل حاف كده بالمعلقه. دي اعملوها في العزومات هتتبسطوا بيها قوي، وكمان الضيوف هيتبسطوا بيها قوي. طيب